Welcome to the Kingdom of Saudi Arabia. Welcome to Riyadh, the home of artificial intelligence. الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، هذا هو عنوان القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت رعاية صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. تم انعقاد هذه القمة العالمية اللي جمعت كل الناس المهتمين في الذكاء الاصطناعي من كل الدول. There is tremendous potential to leverage AI for the good of humanity. AI is here. Welcome to the Global AI Summit. And responsible use of artificial intelligence. هذا المؤتمر يعد هو أكبر مؤتمر وقمة في الذكاء الاصطناعي في العالم. في هذه القمة بتلقى فيه ابتكارات جدا كثيرة تساعد في إنه تخدم البشرية أكثر وتسهل حياة البشرية أكثر. اللي بتشوفونه في هذه القمة اليوم مفاجأة. تعال معي اليوم في هذا الفيديو أوريك كيف تكون مبدع في الذكاء الاصطناعي. هذا المؤتمر يعد هو أكبر مؤتمر وقمة في الذكاء الاصطناعي في العالم. واحدة من أهداف السعودية أنها تكون دولة رائدة في عالم الذكاء الاصطناعي، لذلك لازم تقيم مثل هذه القمم ولا تسوي شيء عادي، تسوي شيء يعتبر هو الأضخم على مستوى العالم. الجلوبال اي اي سامت، قمة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، الحمد لله يعني حققتها إلى اليوم الثاني نجاح مبهر وكبير، وهذا متم على كلامك. احنا لما عملنا بنش ماركينج او دراسه معياريه عالميه، هذه من اكبر، انا ما ودي يعني اروح للنهايه، ولكن هذه من اكبر القمم في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. من اي ناحيه؟ من ناحيه عدد المتحدثين ما شاء الله. Many still that we're barely scratching the surface with the potential of AI. هذه كلمة معالي الدكتور عصام لوقيت. في هذه الصالة اللي تشوفونها جاء فيها أكثر من 200 متحدث من 90 دولة، صار فيها أكثر من 30 جلسة مثرية جداً جاء فيها خبراء العالم في الذكاء الاصطناعي. الصالة أصلاً هذه أو القاعة هذه فيها ذكاء اصطناعي غير عادي. تعدينا 220 متحدث عالمي تير 1، أفضل متحدثين. البرنامج غني جدا بالمواضيع اللي تهم اصحاب القرار المؤثرين في الذكاء الاصطناعي. اللي عندنا طال عمرك بوليسي ميكرز، يعني يصنعون القرار، اكاديميين، كذلك دبلوماسيين لهم علاقه في المجال. هنا هذا مثل ما تقول هذا المطبخ اللي يطلع قرارات في الفيوتشر عن الذكاء الاصطناعي، يصنع تغير في السنوات القادمه، وهذا اللي نحتاجه من القمم اللي على المستوى هذا. الحضور تبارك الله، لو أعطيكم يعني نظرة، التسجيل فاق 25,000، which is يعني مرة رقم ما شاء الله تبارك الله ممتاز، لأنها فور إليت، يعني فيه معايير لاختيار الناس اللي يدخلون. ما شاء الله الحضور، يعني التسجيل 25,000، الحضور ما شاء الله يعني محدودين لأن المكان له سعة معينة. اليوم أمس ما شاء الله تعدينا 6,000 كحضور، اليوم تجاوزنا ما شاء الله 5,000، فحضور مبهر بكل المقاييس تبارك الله. إن دل على شيء دل إن اهتمام العالمي والمحلي في المجال هذا، من ناحية المواضيع اللي تقترح، الشركات المشاركة، التقنيات اللي قاعدة تظهر في المعارض المصاحبة للقمة. القمة حضرها أكثر من 20,000 زائر واقعي، ولكن في أكثر من 50,000 زائر افتراضي حضر القمة من 100 دولة، بالإضافة إلى أنه كان في أكثر من 200 متحدث يمثلون قادة وصناع سياسات الذكاء الاصطناعي في العالم، كبرى الشركات التقنية والشركات المهتمة في الذكاء الاصطناعي كلهم كانوا موجودين في هذه القمة. القمة كان فيها معرض، هذا المعرض كان جدا ضخم، كان فيه أركان كثيرة لأهم القطاعات الحكومية عندنا وكذلك الشركات الخاصة المهتمة بالذكاء الاصطناعي. كانت أيضا في مشاركة عالمية ضخمة جدا، كان موجود جوجل كلاود وإنفيديا كذلك وفيليبس الهولندية، أيضا كانت موجودة شركة سيمنز الألمانية. أبرز التقنيات اللي استخدمناها في مجال تطبيقات الذكاء الصناعي في الشبكة الكهربائية عندنا في شركة السعودية الكهرباء،
استخدمنا في شركة النقل الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للسعودية الكهرباء، درونز في عمليات استبدال عمليات الفحص الهوائي من خلال الفرق اللي كانت تتم لبرج إلى برجين يومياً في اليوم الواحد، إلى الآن من 10 إلى 30 برج يومياً. فكان توظيف الآلة في تسريع عمليات الفحص وعمليات استقرار واستمرارية الخدمة الكهربائية والتنبؤ بالأعطال ورصدها من خلال حصد البيانات لكذا حساس أو مستشعر، أو نبدأ بالديجيتال كاميرا والصور العادية اللي تظهر منها ونحلل الصور هذه إذا كان فيها أي عيوب. إحنا متجهين لمسرح ما أدري كيف سووه، يعتبر فعلاً يعني شيء غريب في عالم الذكاء الاصطناعي. أوه دقيقة، تعال تعال لو سمحت، يبدو في إضاءة هنا كويسة، خل نطفيها عشان وين اللي طفي. أيوه شكراً جزيلاً. في عام 2022 بلغت القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي 136 مليار دولار. أصبر أبغى كرسي، تعبت. من المتوقع أن القيمة السوقية لهذا القطاع تتدبل 13 مرة خلال الثمان سنوات الجاية. هذا يعني أنه بيكون فيه تضخم جداً عالي في هذا القطاع، وبيكون فيه فرص وظيفية كثيرة، بيكون فيه مجال استثماري لكثير من الناس اللي ممكن تدخل في هذا المجال. إذا عندك فرصة اليوم أنك تدخل في عالم الذكاء الاصطناعي لا تفوت هالفرصة. القمة سهلت عقد أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص والعام سواء داخل المملكة أو خارجها. بعض هذه الاتفاقيات كانت القيمة فيها معلنة تجاوزت قيمتها أكثر من 2.74 مليار ريال. من أبرز هذه الاتفاقيات كانت استثمار سكاي مع سينس تايم الصينية بتأسيس شركة سينس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا، كانت بقيمة 776 مليون ريال. عبد الرحمن أهلا. الكل يعرف ثقة أكيد، أو الكل يسمع بثقة، لكن ودنا نعرف تفاصيل التفاصيل. طيب. أول شيء شكرا لحضوركم محمد، يعطيكم العافية. بكل تأكيد ثقة انطلقت في عام 2012 لقيادة التغيير في التحول الرقمي تحديدا. اليوم ثقة يا رب لك الحمد تعمل في مجالين رئيسيين، في مجال خدمات الأعمال، في مجال الحلول الذكية. التركيز الأكبر على مجال الحلول الذكية. إيش مجال الحلول الذكية؟ اليوم في تعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن طريق شغلتين، إما منصات ذكية كحل، منصات رقمية، أو حلول ذكية كخدمات اليوم ما تربط ما بين المستفيد وما بين مقدم الخدمة باختلاف الجيرني اللي ممكن يحصل فيها أو الخطوات لتنفيذ هذا الأمر سواء للقطاع الحكومي أو للقطاع الخاص. وين تستخدم فيها الـ AI؟ في أي حال من الممكنات اللي تستخدم الـ AI في هذا التطبيق أو في هذه المنصة تستخدم فيها الـ AI، سهل العملية، تسرعها، تقلل المخاطر وترفع مستوى الجودة. الشركات والجهات الحكومية والأكاديمية عرضت أكثر من 40 حالة للذكاء الاصطناعي، كانت عروض مبهرة جداً وكانت تقنيات متقدمة وأفكار فعلاً توريك قديش راح يكون في خير للبشرية من الذكاء الاصطناعي. بالأشياء الجميلة الجامعات عندنا في السعودية شاركت بشيء مو بعادي، شيء جداً مبهر، جابت مشاريع طلاب وعرضتهم في هذه الأماكن اللي شاركوا فيها. المشاريع مبهرة ذكية، كل اللي قاموا فيها من الألف إلى الياء هم طلاب. هذا اختراع اسمه رفيقي. اختراع من فريق مركز أبحاث الروبوتات الذكية في كلية علوم الحاسب بقيادة الدكتور منصور سليمان. بنأوه من الصفر بطابعات ثلاثية الأبعاد، أخذوا عليه براءة اختراع وبرمجوه أنه يترجم من النصوص المنطوقة والنصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة. فالآن يسلم عليكم يقول السلام عليكم بلغة الإشارة، تعطيه أمر هنا ويحوله إلى إشارة، هو يعطيه نص كلام يتكلم يقول السلام عليكم ورحمة الله فيقوم هنا يترجمه بحركة الإشارة. إضافة لذلك أيضا أيوة هذه الآن جامعة الملك سعود أيوة قاعد يترجم. إضافة لذلك أيضا إذا أنت سويت لغة الإشارة من خلال البرنامج يتعرف عليها في الكاميرا ويحولها إلى نصوص. روعة روعة صراحة. مشروع قطرة، إيش مشروع قطرة دكتور؟ مشروع قطرة هذا يعطيهم العافية البنات، يعني هذا له علاقة بادخار المياه والتنبؤ بنظافة المياه في التانكيات في المنازل. فهم بنوا هذا البروتوتايب بحساسات الـ IoT وبنوا هذا التانكي يتعبى مياه
من خلال الحساسات اللي موجودة يقدر يبلغ صاحب المنزل أو صاحب التانكي بالقراءات لاستهلاك الماء. طبعاً هذا يساعد للناس اللي في الدخل المحدود مثلاً أو المناطق اللي ما عندهم توفير مياه بشكل كبير يكون يعرفون متى بيفضى ممكن التانكي يعبونه على طول مباشرة. إضافة إلى المياه أحياناً الخزانات ممكن تكون نظافتها ليست جيدة فهذا يعطيهم على طول alerts عليها. وطبعاً خدمات أخرى متعددة. عبد الله، إيش مشروع السيارة الذكية؟ السيارة الذكية هو مشروع من قسم الهندسة الكهربائية، هو عبارة عن تطبيق للسيارات الذكية. قد تسأل البعض ويسأل إيش الاختلاف عن السيارات الذكية أو السيارة ذاتية القيادة المطبقة حالياً. الاختلاف بشكل بسيط أن نحاول نقلل عدد الحساسات المستخدمة في السيارات الذكية من رادارات وليدارات، ونعتمد كلياً على الكاميرات، ونعوض هذا النقص بماشين ليرنينج مودلز مختلفة. فتصير الكاميرا هي الحساس، هي الرادار، هي كل شيء. هي كل شيء. فخلاص ما تحتاج تركب اي شيء ثاني. بالضبط. يوفر سعر تكاليف حساسات. بالضبط، خصوصا عندنا في البيئه الصعبه في السعوديه غالبا الحساسات سنسيتيف تكون، ففي هالاجواء ينقص عمرها او عمر استخدامها، تكون سيارة الدوريه مكلفه اكثر، سيارة الدوريه تكون بشكل مستمر اكثر. يا سلام. رهيب، الذكاء الاصطناعي يوفر فلوس. في حاجه رهيبه شفناها على جامعه الملك سعود، تخيل ان في برنامج اسمه يقظ. ايش يقظ هذا؟ يقظ هذا يتنبأ بالحوادث المستقبلية، بالحوادث المرورية المستقبلية، فهو يعطي إشارات في بعض المناطق عندنا مثلا في الرياض ولا في أي مدينة في السعودية ويقول لك اسمع ترى لازم تكون في دورية موجودة في هذا المكان، لأنه هذا المكان متنبأ أن يكون فيه حوادث مستقبلا بناء على شكل الطريق وازدحامه، ويعطيك كذلك الوقت والمكان، فهو يساعدك أنه أنت تقدر تخفف من حجم الحوادث المرورية. هذا مشروع يقظ، يعطيهم العافية، شباب اشتغلوا عليه بحيث أنه يستعمل البيانات التاريخية للحوادث اللي حصلت في مكان معين بناء عليها يتنبأ في المستقبل بالمناطق اللي ممكن يحدث فيها الحوادث. طبعاً التنبؤ هذا راح يساعد أنه زي نجم زي المرور يعرفون المناطق هذه ويكونون قريبين منها في الأوقات اللي ممكن تكون فيها الحوادث، فتكون الاستجابة أسرع من المتوقع إن شاء الله. 2025 راح يكون عدد الأشخاص اللي يشتغلون في مجال الذكاء الاصطناعي أكثر من 97 مليون شخص. البحث بالصوت يعتبر من الذكاء الاصطناعي، 40% من البالغين اليوم يبحثون عن طريق الصوت. إيش ارتباط الذكاء الاصطناعي اليوم وخدمته للمجتمع عن طريق الصحة؟ جميل. نحاول نوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات الصحية والوصول إليها، أيضاً تقليل الوقت والجهد المستغرق من الممارس الصحي لعمل الكشوفات اللازمة، فتكون أداة مساعدة له وساهمة له في عمل الكشوفات. أيضاً تقليل التكاليف العلاجية. اليوم عندنا أمثلة حية، في أمثلة في بداياتها، ولكن إن شاء الله مستقبلاً حيكون لها تطور أكثر. عندنا اليوم أيضاً ارتباط مع جهة، أحد الجهات مثل سدايا، في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي. أيضا عندنا أحد اليوز كيسز اللي موجودة اليوم في قسم الرعاية الافتراضية للقلب، بحيث أننا نعمل التشخيص المبكر للأشعة الخاصة بالقلب بحيث أنه يسهل على الممارس الصحي وطبيب القلب بقراءة الأشعة. عظيم. هذا الآن سرطان. اي نعم، كشف المبكر. نعم. هذا القلب، هذا البرنامج وهذا القلب. اي نعم، ما شاء الله. أي أحد نسأله في المؤتمر هنا إيش أحسن مكان تنصحنا نزوره يقول لنا المنارة. المنارة هي أهم شيء، لدرجة أن فيه سرعة على المنارة. تطور الإنسان في مراحل حياته موضوع أشغل كل مجالات العلوم والأعمال، وهو اللي اليوم وصلنا لهذا المستوى من التقدم التقني. في هذا المعرض بنشوف رحلة حياة الإنسان، ولكن بتأثير الذكاء الاصطناعي عليها. في هالقسم في مجموعة من الشركات تستعرض تقنيات مختلفة وكيف ممكن تساعدنا على اكتشاف حلول مستقبلية خلال 6 مراحل من حياتنا. أول مرحلة هي مرحلة المواليد بعيون علم الجينوم والتشخيص، وأيضا مرحلة الطفولة بالتركيز على التعليم الإبداعي، وأيضا مرحلة المراهقة اللي ممكن نشطح فيها. لاحظ أنك تقدر تعزف بدون موسيقى، بدون حتى ما نتعلمها. وأيضا مع الإنسان الراشد الذكاء الاصطناعي توصل لحلول تمكنه من التحكم بظروف البيئة اللي حوله عشان يحقق أهدافه فيها. وفي قسم الشيخوخة بتشوف كيف يساعد الذكاء الاصطناعي على أنه يحافظ على صحته بكل مرحلة
في خطوة اسمها الطريق المستقبل. يهمك تعرف فيها أن اليوم 34 شخص في العالم زرعت في أدمغتهم رقاقات إلكترونية. بس سألتوني عن هذا المكان الرهيب اللي أنا فيه. هذا المكان هنا يجون ناس متحدثين سبيكر من مختلف دول العالم بمختلف التخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويجلسون هنا يتحدثون ويتناقشون مع الناس اللي موجودين على هذول الكراسي، بحيث أنه الجميع يستفيد وكذلك المتحدث يعطي من خبرته وإمكانياته للمتواجدين والمسجلين في هذه الورشة أو في هذه الدورة أو في هذه الجلسة اللي يتحدث فيها. صراحة المكان جدا رهيب. كل العالم حرفياً حاضر في هذه القمة، أكثر من 90 دولة هنا في قلب الرياض عاصمة الكون. تستمر المملكة العربية السعودية في إبهار العالم وتحويل بوصلة الاقتصاد العالمي باتجاهها. من أول ما تم الإعلان عن رؤية وحنا نشهد قفزات تحولية على كافة الأصعدة، تحديداً في المجالات المرتبطة بتنويع الناتج المحلي واللي يخدمها الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة.